يسعد صباحنا جميعا، كيفكم؟ ان شاء الله انتم بألف خير. هي اجى الاوبن تاعي حاليا، راح على شركة سنهايزر اصلح السماعة هاي، جهة خربت. صلى عندي السماعة هاي من شهر ابريل، امبارح بالليل خربت. منطقة القدامي من اغلى المناطق في برلين، بالاضافة لهيك كل الشركات الكبيرة فاتحات فروعها هون، وكل الماركات اللي بتحب تيجي وتشوفها وتشتريها تلاقيها هون. والحياة هنا شوي غالية من مناطق ثانية من برلين، ولكن هاي المنطقة كثير كثير جميلة، كل السواح بيجوا عليها. فيها الكاتيفيه، الكاتيفيه هو عبارة عن مجمع تجاري من بناية سبع طوابق. هناك انا بفوت غاد بس اتفرج يعني صراحة. ايفون هناك بتلاقي باربع خمس تلاف يورو، كلك مدهون من ذهب ومرصع في الماز والاخره، والعديد من الامور الجميلة الموجودة غاد. الناس عم تتطلع علي وانا صور فلوجز عشانكو، الاشي غريب شوي بالنسبة لبعض الاشخاص. ان شاء الله في اليوم من الايام القريبة راح اصور لكم كمان الشارع هذا تاع القدام، منطقة القدام مضوية بيكون الاشي كبير بجنن. في هون اكشاك كمان، كل مناطق المركزية في برلين في اكشاك لفترة الاعياد الميلاد. كمان مرة نقول لكم كل سنة وانتم سالمين وعيد ميلاد مجيد. حاليا انا بشركة سنهايزر، خلصت حاليا من شركة سنهايزر. يعني اللي بيشتري شغلة عن جد لازم يحافظ على الفاتورة. انا دائما بحافظ على الفاتورة وبحط الفاتورة في الايميل، وبكتب هاي الفاتورة مع التاريخ، وبكتب كلمات للبحث عشان تسهل علي للفاتورة هاي. بالاخر لقيناها، وحسب ايش لقيناها؟ حسب الفلوج يا جماعة. الفلوج هو اللي ساعد لوصولي الى الفاتورة. اللي صار انه فرجيته الفلوج اللي صورته فتحان الصندوق وعندهم في المحل. ارجع بشهر واحد، اول واحد، عشان هسا اعياد. التكنيكال سبورت، الخدمة التصليح، مسكرة حاليا لبداية شهر واحد. راح ارجع عندهم شهر واحد اسلمهم السماعة، وحاول كل مرة عشان تشتغل هيك وهيك، وبالاخر رايح اسلمهم اياها. بدهم 10 ايام اسبوعين ليصلحوا ويرجعوا لي اياها. يلا خلينا نروح هسا على ايكيا ونشتري هناك فرشة. حاليا انا بايكيا وهذا غدائي اليوم، الرافيولي بالخضرة، خبز، بطاطا، سلطة والكولا. واتأمل انها تكون اخر مرة بشرب كولا. وعليكم عزومي يا جماعة. وهذا هو المنظر تاعنا. حاليا تواجد في ايكيا وعم بدي اشتري فرشة. في اشي اسمه لاتكس وفي اشي اسمه فيسكو، وفي فرشات عاديات. بالاخر عم بفكر روح للفيسكو. اللي الفرق بين فيسكو ولاتكس، اللاتكس هو بالفعل انه اللي لما تضغط عليه بيضل شوي اكسى، والفيسكو بيكون اسهل واطرى، وانا بحب الطراوي. راح اخذ فرشة فيسكو حاليا ونشوف شو راح يصير. اخيرا لقيت الفرشة اللي بدي اياها، اخذت الورقة، ولكن الخبر انه الفرشة هاي بتجيش لف. اغلب الفرشات اللي هون بايكيا بتيجي لف، وزن حوالي 26 كيلو، ولكن هاي الفرشة بتيجي مفتوحة جاهزة، لازم تحملها بسيارة كبيرة او تدفع 50 يورو ارسال. نحاول نشوف لنا شي صديق يودي لنا اياها على البيت. اكيد عارفين مين. احكي لكم شغلة مهمة اللي هي كالتالي. في فرق بين ما اشتري اشي عشان راحتي، وفي اشي فرق انه اشتري عشان تكنولوجيا. تكنولوجيا انا ببحث على الانترنت، بكرة كل اشي وبسأل وبجرب وكله، لاخر بشتري او ما بشتري. ولكن عشان فرشي او عشان حذاء ولا اخري اشي عشان يكون لراحتي، بتغلب صراحة، بقعد ابحث واجرب 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 وين منيح والكد راح يستح مني وقت ولا اخري. تكنولوجيا بتقرا عنه ريفيو ولا اخري، ولكن اسهل بكثير ما تشتري اشي عشان راحتك. عشان اذا اشتريته وما طلعش مريح مشكلة. طيب خلينا ندور لنا حدا ياخذ لنا الفرشة. يلا بس تخرج من الايكيا في شركة ارسال
تاخذ 27 يورو ونص، الايكيا بدها تاخذ 49 يورو. رحنا على شركه الارسال هسه بنودي لهم الفرشه، نشتري الفرشه بنودي لهم اياها. بعد ما دفعنا جينا هون على صاله الانتظار عشان ناخذ الفرشه. واللي بصير هون يا جماعه انه في شاشه كبيره ورا اللي عليها الرقم بتاعت الفاتوره بتاعتك، وهذا الرقم انت لما يبين على الشاشه الفرشه بتاعتك جاهزه او الغرض بتاعك جاهز وبتروح تستلمه. وهيك وصلت الفرشه الجديده، هيك احنا حنفتحها.